مساء الخير. دلوقتي احنا على الصحراوي، معانا 3 فدادين واجهتهم على الصحراوي 55 متر في عمق 250 متر. الارض بتزرع محاصيل، بتروي تنقيط او رشاشات. الارض دلوقتي مزروعة قدامنا فول سوداني، حاجة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. واجهة على الصحراوي، ارض الصحراوي مباشر، حاجة كف واحد ما شاء الله. يمكن احنا سامعين دلوقتي صوت العربيات النقل اللي على الصحراوي، احنا على الصحراوي على طول. الواجهة 55 متر طول في عمق كده 250 متر، حاجة لون الزرع هو اخضر باين، حاجة ما شاء الله الله اكبر، حاجة زي الفل. اللي عايز بقى يعمل مشروع، بس هي ما تنفعش مشاريع دواجن. اللي عايز يربي مواشي، اللي عايز يعمل فيلا ويسكن فيها، حاجة بسم الله ما شاء الله الله أكبر، حاجة زي الفل. أهي 55 متر واجهة على الصحراوي في عمق 250 متر، مزروعة فول، حتى لون الزرع أهو حاجة تفتح النفس زي الفل. ما شاء الله الله أكبر، ربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك في اللي هياخدها. الارض دلوقتي احنا واقفين قصادها، وادي الصحراوي اهو، ادي الصحراوي اهو، انا واقف قدامي الصحراوي اهو، وادي الارض اهي، حاجة ما شاء الله الله اكبر، حاجة تفتح النفس. عايز تعمل فيلا ماشي، عايز تربي انتاج حيوان ماشي، مواشي، عايز تربي اغنام، حاجة ما شاء الله الله اكبر، يعني مش محتاجة اي حاجة، ما فيهاش ولا غلطة، الارض ما فيهاش ولا غلطة. سعر الفدان بمليون ومئتين الف جنيه، مطلوب في الفدان مليون ومئتين الف جنيه، قريبين من اسكندرية. والمليون ومئتين الف جنيه دول فيهم كلام، بس تفاوض بسيط، لان المساحات الصغيرة اللي على الصحراوي مباشر قليلة، ولذلك هو بيطلب فيها اسعار عالية شوية، وهو يعتبر السعر مش عالي، يعني دي مليون ومئتين سعرها مش عالي، بس حاجة ما شاء الله الله أكبر، حاجة تحفة جميلة أنت تحب تقعد فيها. ما شاء الله الله أكبر، ربنا يبارك لصاحبها ويبارك في اللي هياخدها ويحسن سوقها. هي مزروعة فول سوداني، بتروي تنقيط، فيها كهرباء وفيها مية، حاجة ما شاء الله الله أكبر، حاجة الله ان شاء الله الله اكبر. دول ثلاثة فدان الصحراوي اهو، الصحراوي قدامنا اهو، ادي الصحراوي اهو قدامي اللي انا بسجل عليه اهو، حاجة ما شاء الله الله اكبر، جميلة تحفة، حاجة زي الفل. ربنا يبارك لصاحب النصيب ويبارك لصاحبها في ماله الحلال، ويرزقه منه الرزق الطيب الحلال. الكهرباء بتاعتها فيها إنارة، وفيها وميتها بحاري كهرباء ما شاء الله، فيها محول وهي بحاري كهرباء، بس بتروي رشاشات، أو لو عايز بقى تفرد خراطيم تروي بالتنقيط. يتزرعوا كل حاجة، ويتعمل فيهم فيلا، يتعمل فيهم مشروع انتاج حيواني، يتعمل فيهم حاجة جميلة بصراحة، حاجة بسم الله ما شاء الله الله أكبر، وربنا يبارك للي هياخدهم. شكرا.